ان انا عندي تدبون عليه، اكو عندي يعني practical part والmost important تعتبر اكثر يوسفول، لان في فد اشياء اللي مو مثل السيرب ان انا بسهوله اسويها مثلا يعني compounding او تجيكم الاوينتمنت الالكسير السبيريت ايضا سهله. هنا طفت فكره يعني في الخطوات عمل في التكنيك مهم لازم تفهموه يعني بالسسبنشن. اول شيء عندي سسبنشن كونتيننج ديفيوزبل سوليدز اللي هي يعني قابله للانتشار. ديفيوزبل باودرز او ديفيوزبل سوليدز ار لايت اند ايزلي ويتد باي ووتر، تتقبل المي بسهوله تنقل المي بسهوله. They mix readily with water, so on shaking, the powders are evenly diffused. What are some more diffusible powders or diffusible salts? Evenly diffused throughout the liquid for sufficient time. يعني قال بسهولة تترطب بالماء تتقبل الماء بنفس الوقت. So on shaking, من أجي أنا أسوي لها shaking يعني سويت suspension من أجي بسهولة أسوي لها shaking. بسهولة تنتشر داخل هذا الميديوم كله. Liquid for sufficient time to ensure uniform distribution in each dose. Uniform distribution معناته إنه هذه ميزتها إنه تكون diffusible تنتشر داخل. أول شيء تتقبل المي وتد نفس الوقت هي تنتشر أول يعني خبول simple shaking بسهولة تقدر تنشر هاي solids اللي هي بيكتيف ingredient throughout the medium throughout يعني suspension كله. وتعطيك accurate dose in each time or uniform dose uniform distribution في كل مرة تعطيك الجوع بس تسوي له simple shaking تتحول diffusible throughout the media. هنا عندي أنا شلون أجي أشتغل؟ أنا عندي بالبداية هي suspension نعرف إنه هذه تكون wetted لكنه مو مثل السيرب بسهولة تكون هي يعني soluble in water. زين أنا أريد قلنا هاي ديفيوزابل ميزتها إنه أقدر أسوي لها شيكينج يعني ما أجي أنا سويتها وتد باي ووتر ما أجي أنا بعدين أنطي البيشنت دوز ياخذها مو مثل السيرب، السيرب مباشرة يخليه سسبنشن يحتاج إلى شيكينج. أوكي زين هاي ضمنت إنه خلال هذا الشيكينج راح يصير ديفيوجن تنتشر وتصير يونيفورم دوز. هاي انتهت منها لازم يسوي شيكينج وياخذها حتى ياخذ يونيفورم دوز. لكن الكومباوندينج مالتها شلون بهالحاله؟ هي مو بسهوله تتعامل وياها ويا المي، يعني مثل ما انت عندك سبيريت عندك فولتايل اويل بالسبيريت عندك مثلا بالسيرب بالماده تكون سوليبل. اذا هاي الكومباوندينج مالتها احتاج الى خطوات شلون اتبع؟ الجنرال ميثود اوف بريبريشن اوف سسبنشن كونتيننج ديفيوزبل سولتس، هاي اول خطوه تنتبهون عليها كل زين. السؤال هسه اللي يعطيني اياها بعدين بالامتحان لانه عندكم امتحان اكثر من موضوع يعني المختبرات كلها راح تركز اكثر شيء على السسبنشن جزء من عنده باعتبار انه مو مثل الاكزير والسبيريت يعني التحليل بين اخوان. فجزء من اللي راح اخذ الامتحان هو موضوع هاي براكتيكال بارت مال السسبنشن تنتبهون وياي واللي يريد يسجل نوت لانه هذه الكلام شكل والواقع مالته من تجي تشتغله براكتيكالي لازم تفتهم شلون تطبق هذا الكلام. تبوا عليه بالبدايه تبوا اول شيء grind down the solid ingredients to fine powder by using a water and piston. أول شيء ما تجي مثل ما تأخذ glucose سكروز مباشرة تدخله بالسيرب أو oil تجيبه. هاي أول شيء تجي water and piston. كم مادة عندك solid؟ أول شيء تجي واحدة واحدة تسوي لها grind. Trituration يعني. Water and piston. تطحنها زين تسويها fine powder. وياي هاي أول خطوة. بعدها زين اجيت. زين كلهن راح أخليهن وأكمل suspension. لو أكفت خطوة بعد هناش عندي mix insoluble powder شوفوا in mortar beginning insoluble powder لأن هو أصلاً مو سوري يذوب بالماء وصل سبيشل داش طبعاً لو كان يذوب كذا سوري كان سوري نسيره وأجيب أضيفه نتهم هو simple syrup مثل لكن لو أنا زين إجيت لأن كلين fine powder عندي واحدة خلينا نقول 10 جرام عندي واحدة 25 جرام عندي واحدة خلينا نقول 30 جرام for example شلون راح أجي أتعامل وياه. Mix insoluble powder in mortar beginning to beginning firstly by an ingredient of smallest bulk and diluting it with other in increasing order of bulk using amount approximately equal to the bulk already in mortar. يعني شو؟ اجيت قالي المورتر عند مستر وين موجود؟ دكتور بس مورتر. اجيت قالي عندي مادة 5 جرام وعندي 10 جرام وعندي خلينا نقول 15 جرام. تخيل. جاية؟
اجيت اقل وحده بين يا هي 5 جرام اجيت بالموتر اسوي لها ديلوشن ما اجي اضيف البقيه كلها اجي للماده اللي بعدها اكثر 10 جرام وياي اجي اخذ نفس المقدار مال هاي الماده الموجوده بالموتر يعني اخذ 5 غرامات من هاي الماده الثانيه ومن 10 وياي اسوي لها ديلوشن اسوي لها ميكس قبضت من الخمسة كلها خليتها وهاي أم العشرة خذت معتها 5 غرامات سويتها السوية وشوية صارت عندها تقريبا 10 جيت ضفت البقية مع المادة الثانية كملت جيت بعد صار عندي فوليوم بقى عندي فوليوم 15 يعني خلينا نقول أسأل ديفيد في المادة بسيطة جيت أول شيء أم الخمس غرامات ضفت أوكي كملت من عندي جيت للمادة الثانية إذا أبيها خلينا نقول 10 غرامات شوف الثانية هذه خلنا نقول هسه هذا لا يوج. طيب بس اسباتش لا تمين. زين في اجيت انا هسه خلنا نقول هسه كمية. اجيت هاي قد عندي هسه مقدار. هاي ما اجي اضيفها كل. اجي اضيف فيها اسوي لها ديلوشن، اجي اخففها الجزء من هاي المادة الثانية بقدها مقابل. واضح؟ هاي خلنا نقول هاي المادة فور اكزامبل 10 جرام. هاي ما اجي كلها اضيفها، اجي اضيف ايش قد عندي كميه هنا؟ حتى لو باي استيميشن تقديرا. اجي اضيف بقدها من هاي الماده الثانيه، اوكي؟ اجيت كملت اسوي ميكس. بعدها اضيف الماده الثانيه. بعدها بقى من عندي. هسه صار عندي هاي تقريبا 10 غرام، اوكي؟ اجي كملت هذني، اجي اضيف من هاي الماده الاخرى. وياي؟ شوي عن ستيب باي ستيب، ما امزج بكل السوري. كملت. صار عندي فت أمام توتال من هاي المواد الثانية المزج السوية وياي كومباوند هي فاين باودر أصلاً كلهم قبل ما أخلي أجي أضيف المادة الأخرى وهكذا سويت من دون هذا شو سمي؟ This process is called geometry. أضيف هذه أي لا ذيك تقريباً هنا صار عندك تقريباً 10 غرامات أجي أضيف ذيك ممكن كلها أضيف. أنا أشوف إيش قد عندي بالموتر أضيف بجد بالمادة الثانية. تمام. وهذا أجا وياه حجم صار حجم أكبر من جهة ضفت أقيس على الموجود عندي بالخطوة الثانية، هم على الموجود عندي هم أضيف بجد وهكذا. ستيب باي ستيب حد ما أكمل المواد مالتي. بالموتر أند بيستول. يعني بالموتر نفسه، أوكي؟ هاي نسميها جيومتريك دوليوشن، شوفوا بالأحمر هي هاي مهمة. هذه بالتكنو جدا مهمة. حتى بالأوينتمنت نجي نشتغل مثلا أوينتمنت أند كيم ذا الكورس الثاني. أنا مادي من أجي أشتغل عندي مثلا سالسيليك اسيد وعندي دولمودين تقريبا خلينا نقول 15 غرام رايدين وعندي فازلين اكمل الحجم مثلا 30 غرام جاي اجي احنا بالبدايه ايش نشتغل؟ اجي اضيف بالبدايه سالسيليك اسيد واضيف وياه 15 غرام حتى تفتهمون مال دولمودين وامزجهن يلا بعدين اجي اكمل بالفازلين واخذ فكره؟ اكمل بول فذاتس ان جيومتريك دولوشن ارجع ميكس ان سوليوبل باودر باعتبار تسوي ذا فاين باودر In water, beginning firstly by an ingredient of smallest bulk. أبدي بوحدة أقل وحدة خليها بالموتر كلها وأبدي أضيف عليها and diluting it. وياما ما خففوا بالموتر diluting it with others in increasing order تصاعديا. أخبطها بالبقية تصاعديا. Okay. Of bulk using amount approximately هي هاي الفكرة. إيش أستخدم زين شلون أضيفه شلون by increasing bulk هي أعلى يعني. تصاعديا شلون الطريقه؟ using amount approximately equal to the bulk already in water يعني شلون استخدم اسوي diluting؟ استخدم او amount من هاي الماده approximately يعني تقريبا مساوي للاماونت الموجود عندي بالموتر وياي؟ فاول ماده 5 غرامات استخدم ماده من الثانيه بقد approximately يعني تقديرا by estimation اقدر اجيب بقد وهكذا لحد ما ابدي اكمل. This process is called geometric dilution. ستيب باي ستيب شلون هندسي يصير هاي سويت الديلوشن بعدين سبتراكت ذا فوليوم اوف ليكويد انجريدينتس فروم 3 تو 4 يعني ثلاث ارباع او ذا ليكويد اجي ايش قد عندي اني هاي كملت الباودر انجريدينت عندي ليكويد انجريدينت وياي اقيس ايش قد مطلوب من عندي فوليوم خلينا نقول 600 مول 600 مول ثلاث ارباع ايش قد 450 مو صحيح؟ هاي ال 450 هسه خلي هذا الربع ال 450 ايش عندي ليكويد انجريدينت ايش عندي ليكويد كومبوننت اطرحها من هاي ال 450 وياي
لأنني راح أضيفه، لأن أجي أحسب إذا هو عندي هذا الباودر وعندي هذا الفوليوم ما حسبتهم، خلينا نقول عندي مواد الانجريدينت خلينا نقول في تقدير 50 مول، ما حسبت انه جيت ضفت انه اذا كملت 600 صار عندي 650 صار عندي الدوز مالتي غلط. فاجي ثلاث ارباع 600 الكل اللي اريده اني اسوي الفورمولا ايش قد؟ 450. ال 450 اطرح من عندها ال 50 مال هاي الانجريدينت عندي 400 وياه هاي انتهينا منها، هاي حتى اعرف بالحسابات مالتي. The remaining amount of the vehicle divided into three parts. الباقي مثلا عندي هذا الربع بيكون هسه انا حضرت هذا 400 حضرت هذا 50 عندي هاي 150 هاي الربع الباقي. هاي شو اسوي؟ اقسمها باي استيميشن ثلاث اقسام. قسم من عندها first part added to model in order to prepare smooth based by calculation. هذا متبقي عندي الامار، جزء من عنده اضيفه للموتر نفس المكان بعد اذا اشتغل ما احاول بيك هسه اضيف من هذا الووتر ما تبدا اضيفه من هذا السولفنت اجي اضيفه اسوي من عنده بيست اسوي من عنده ماده شلون السلاج شلون المعجون وياه اضيف على هذا الباده وبالموتر بعد اسوي ماده مثل المعجون الصغير بس ما اضيف الفوليوم كله يروح بي لا اضيفه اسوي شلون المعجون هاي واحد الباقي ذا سكند بارت اد تو ديلوت ذا سموث بيست صار عندي فد معجون شيء ماده شلون السلاج شلون ماده الطينية وقول شلون مادة المعجون هذا الموتر الباقي أضيفه شنو هو؟ ولا ما كملت يعني ضفت هذا الجزء من هذا الربع ضفته شوية سويت من عنده أقسم هاي ماي استيميشن ضفت شوية من هذا السولفنت على هاي المادة مالتي بحيث صار كأنه ما عندي بيست سموث بيست فد مادة معجونية شي قوية تقول نعم كملت سويت شي ظليت أمسج بيه حد ما صار ويا الووتر ويا السولفنت ويا الباودر مالت ويا السولفنت حد ما صار عندي هذا السموث بيست أوكي صار عندي هذا ولا اجي اضيف من هذا المتبقي هم اضيف قسم ثاني اسوي ديلوشن خففته صار عندي كله بالموتر وياي سموث بيست وخففته والثيرد بارت اد تو واش ذا موتر شنو هاي معناته اجيت انا ضفت هذا سويته هذا من اجي اضيفه هذا البيست مو بسهوله اجي ارجع البيكر واخليه فضفت له البارت الثاني حتى اسوي له ديلوشن حتى يتخفف وياي شفت الخطوات شلون ضفنا شوي شوي المواد حتى نضمن اذا جبنا كل السولفنت وضفنا المواد بيها راح يصير عندي سسبنشن بصوره صحيحه. اجي اسوي فاين باودر اجي اضيف هاي جوه الدلوشن شوي ستيب باي ستيب كملت. اجيت هذا شلون احولها ويا السولفنت؟ ما اخليها مباشره ويا كل السولفنت. اضيف شويه من عنده اسوي له بيست اسوي ماده اوكي؟ هذا البيست صار عندي ما اقدر بسهوله اخليه بالبيكر مالتي واكمل الشغل او بالسلندر. اجي اخففه بارت ثاني سكند بارت ديلوت خففته هسه صار عندي شويه فتشيل الكود وياي اجي اضيف جوز خليته بمكان سويته شنو فلترته طلعته كله ضفته بيكا وكذا فلترته كله بهاي الجوز راح احط لكم اياه بقى عندي الموتر بقت شويه اللي باقي من هاي الماده اسوي له واشنج اغسله بهذا ثيرد بارت يوز تو واش ذا موتر اغسله حتى افضل كل واش اغسله بيه وارجع اضيفه همتين وياي هذا همتين جزء من الماده بالطبيعي واضحه الفكره؟ بس الدبع عليه شغله بسيطه زين فلتر باي مصلين جوز اخلي الجوز هذا كله سويته البيست وخففته والواشنج مالته غسلته مال الموتر كله اضيفه عليه انتهى الموضوع عندي هذا الكود انجريدينتس ضفت سويت لهم كلهين يعني ويا السولفنت حليت بهالمعنى بالسولفنت هذا انتهى الموضوع غسلت الموتر انتهى هسه انا شو اسوي؟ هذا اللي خليته المقدار استخدمت ربع بهاي الحاله وياي وذاك الثلاث ارباع طاحت من عند الاكتف انجريدينت اجي اضيف هسه اضيف الليكويد انجريدينت ال 50 ورا ما حولتهم كلهم الماده مالتي هي السولفنت حولتهم مثلا بيكر او سلندر جي ضفت الليكويد شو اسمه الانجريدينت ذني الليكويد ضفت الفوق هسه انا مطمئن الفوليوم ما راح يروح عندي لان مستخدم ربع تقريبا بهاي العمليه مال ديليوشن والليكويد انجريدينت هم ما تنضفت هم ما تن فوليوم مالتها قليل صار عندي سسبنشن بس يحتاج الى ديلوشن تخفيف ترانسفير ذا كونتنت اوف ووتر تو ميجرينج سلندر اند كومبليت ذا فوليوم اوف ذا بريسكريبشن تو ذا فاينل فوليوم باي اديشن اوف ذا ريمينينج اماونت اوف فيكل الريمينينج اماونت ذن البقيه الموجوده ايش قد عندي بقى تقريبا 400 ايش قد صار عندي الفوليوم حولته بسلندر هسه اضبط من البيكر بالقياس حولته بسلندر ايش قد اريد المقدار؟ ثبت عندي هسه الاكتف انجريدينت حولتها جيومتريك دوليوشن ضفت الاماونت مالت السولفنت ضفت الليكويد انجريدينت كلها ضفتها صار عندي فد فوليوم معين
اجيت هذا الريمينينج فيكل وصلته ضيفت عليه لحد ما وصلت لحد 600 انتهت عندي واضح هاي؟ فالخطوه الاولى ويا الباودر نسوي الفاينل باودر شلون اشتغلهن جيومتريك دولوشن بعدين شلون اضيف عليها من هذا الليكويد حد ما اسوي بيست وبعدين هاي كلها خطوات فيرتيكال ووراها اجي اضيف الماده مالتي بس ما وصلت بس هلا هلا دكتور ان شاء الله The soluble non-volatile materials could that black non-volatile materials add to the force of better root contribution. The soluble could that non-volatile materials add to the portion of vehicle use for dilution. يعني دني اجي اضيفها ويا البيكل اللي استخدمها لخفف وكمل هاي دلوشن بالخطوات اضيفها وياها على مود حجم داخل وياك تذوب بال تكون سوليوبل تذوب بالبيكل مالتي الموجود اذا كانت ماده ذائبه اخليها ويا هذا البيكل ويا هذا الجزء اللي اسوي بيه دلوشن اللي اسوي بيه بيست واضيفهم وياه يعني اذوبها بالبيكل مالتي وارجع اضيفها ويا الماده هاي فولتايل ماتيريال ادد تو ذا سسبنشنز Before complete the volume, volatile material added to the suspension before. زين أنا عندي مادة volatile عندي مثلاً peppermint oil أنت أضيف له flavoring كذا شغلات هذا وين أضيفه؟ ذني خطوات بقى هذا أضيفه to the suspension before complete the volume. من كملت البيز وسويت filtering وضفته كملته قبل ما أكمل الفيكل هذا ماكو عندي ثلاثة أربعة أكمل بين حجم مو هذا volatile إذا كان oil هم بي volume. فأجي من كملت suspension هذا قلنا خلينا بالسلندر. أضيف الفولاتايل كومبوننت على مداخل حجم يستقل الحجم يعني الفيكل تكون عندي أكثر شيء هاي الجزء المتبقي هي آخر خطوة ولو ما أكمل خلط المواد كلها الميكسينج ويصير عندي توتال فوليوم يثبت أجي أضيف الفيكل حتى أكمل وياي لكنه الفكرة مو مثل السيرب كلهن أجي بسهولة أو مثل السبيلت أجي بكلهن سوية بخطوة واحدة والخطوة الثانية أسوي دلوشن وإنما تحتاج الباودر شلون تعامل وياه الفولتايل سبستانس شلون تعامل وياه السيرب هاد جليسفين ادد تو ذا باودر ان ذا مولتر بيفور ذا فورميشن اوف سموث بيست عندي بالفورمولا مالتي عندي جليسفين عندي سيرب حضرت السيرب هذا وياي ونشوف الخطوات مالتي شلون ابدي فيها حضرت الفاين باودر بس الفورمولا مالتي بيها سيرب يعني تعرفوا شلون تسووا انتوا بعد او عندي جليسفين ايش قد الفوليوم مالتي؟ هذني كلهن الفوليوم مالتي بعدين كيو اس 100 سفشنت اماونت 200 فذني كل ما يتعدل هذا المقدار بس الفكره وين؟ الفولاتايل سبستانس اللي تذوب المواد اللي تكون سوليوبل الجليسرين السيرب ذني كلها تاخذ فوليوم فذني كلها اعرف شلون اتعامل وياها مو اجي اني اكمل يلا اضيف بالاخير يزداد عندي الفوليوم يعني الخطوه ذني ليش اقول لكم انتبهوا يعني سلايد القبله وهذا اعرف من اجيب لك سؤال حتى كل وحده شلون اجي اتعامل وياها شلون اجي اشتغل الخطوات مالتي صح ما اعبر خطوه عن الثانيه فعندي سيرب عن جليسين added to the powder and the mortar before كملت سويت الجيوماتيك دوليوشن الخطوه الثانيه قلنا شنو ناخذ مو ثلاث ارباع عزله واللي كنت انجريدينت اذا موجود طبعا ثاني مو كل يعني هاي الخطوات راح تصير كل فورمولا اكو عندكم فورمولا ما بيها مثل الكود انجريدينت تصير سهل ما بيها فولتايل ما بيها سيرب ما بيها جليسين هاي فتشي ان جنرال يعني انتم مو فتشي حتى بالامتحان تجيب ثاني الفورمولا نفسها مالكم بس هاي الخطوات بصوره عامله للسسبنشن شلون اشتغل؟ فجيت الفورمولا ما تبيها جليسفين، بس الفورمولا اللي عندكم تكون اسهل من ذي، بس هذا شرح مجنون. فجيت عندي دا اسوي كملت الباودر، الجيومتري دوليوشن كملته، اجي اسوي بيست. وياي قبلها عندي جليسفين، اضيف الجليسفين، اضيف السيرب، يلا اسوي بيست مالتي. الداي ادد افتر ذا فورميشن اوف سموث بيست بيفور دوليوشن ان اوردر تو بنتريت ذا انسوليبل بارتيكل. عندي صبغه عندي فد لون معين اريد اضيفه هماتي كملت قبل ما اسوي دلوشن شوفوا افتر ذا فورميشن هاي الخطوه ما سويت سموث بيست قلنا سموث بيست بعدين دلوشن بعدين شنو اسوي واشن للموتور هاي الخطوات اللي اسويها وبعدين اضيف شنو هو جيومتري دلوشن اسوي بعدين سموث بيست بعدين اسوي دلوشن بعدين اسوي واشن وياي كمل عندي فوليوم نهائي اجي اكمله بالفيكل هاي الخطوات الاساسيه ان جنرال واضح؟ الدرايفر اسويه قبل لا اضيف الباك الثالث من يعني قبل لا اسوي واشنج
انت من سويت دوليوشن شفت المقدار مالته اقدر اسويه، سويته في الدريشن فانت عندك. بعدين بعدين من سوى شيء كان ترجع خلي فوق وياي صار عندك فوليوم مال استقال ضد المواد كلها ترجع سوي. اوكي اتدار الصبغه اجي اضيفها شو وقت من سويت السموث بيست بعده هو مقدار سموث بيست يعني ماده مو يعني فاين باودر واحده وانما اكو وياه فيكم اكو وياه دلوينت ماده مخففه لكل فاجي اضيف حتى يسهل الانتشار اضيف الصبغه ايش قد اي مقدار دال الصبغه مالتي ضفتها وانتهى الموضوع. عندي هنا 3 اكسبيرمنتس ثلاث تجارب. اول وحده لايت مغنيسيوم كاربونيت ايش قد ايش قد هاي 10 شنو؟ لا 10 جرين. شو بقى كاتب لكم جي ار معناته جرين. الجرين هاي كالكوليشن سوي 0.064 ملغرام وياه فاضرب 10 صير 0.6 اذا اضربها في 10 اذا اكثر المقدار حسب اللي راح تشتغل. الصوديوم بايكال ايش قد هاي؟ ها 15 جرين. الكلوروفورم موتر احضره اضيفه اكمل اسمه مكمل الذني كلوروفورم موتر هذا الكود الانجريدينت وياه ايش قد اضيفه؟ 1 اونس هاي العلاوه مال اونس. اكو مرات تصير هيك يعني روبستين بيها هذا وحده ثانيه تجي هيك اكو وحده تصير مثل العين بس مكزه وحده وتنزل جوا مو روبستين بيها هذيك درام هذيك تي سبون فور هذيك واحد اكو درام واكو متقاربات هذا الاونس. الاونس اللي تقريبا يساوي 29.5 مرات يقيسوا 30 مول قياسات لندن قياسات لاتينيه قياسات انجليزيه كذا تختلف. فاكمل اول يعني اكمل هذا المقدار كله اللي سويت شو بس اسوي جيومتريك دولوشن اجي اضيف هاي مثلا 10 جرين وياي جي اضيف هاي ما اضيف الكميه كلها اضيف ها اضيف من عندها خمسه هاي مو هاي ايش قد هاي 10 وهذا ايش قد 15 اجي اضيف بقدها مالتين فد 10 مقدار بقد هاي واسوي دولوشن اخبطها سويه وارجع اكمل تقريبا الخمسه الباقيه وياها انتهت. اوكي اجي بعدين المقدار ايش قد عندي هاي يعني خلينا نقول ترجمكم اياها اف تي ميست معناته ميك ميكستشر بين هذني كملت جيومتريك دولوشن كملت هاي الماده مالتي سويت ميكستشر بعدين امونت بروفايدد ايش قد فول اولز يعني تقريبا اقل من 120 وياي. اذا انا من اجي اتعامل هسه وياها شلون اذا اريد زين هاف كيو اي دي هسه هاي السيجنتشر يعني الاستخدام التوقيع على الاستخدام مالته يعني شلون منطقتين هنا انا عندي من اجي اشتغل قلنا اول ماده اضيفها ام العشره انا من البدايه اسوي زياده الفاين باودر كل وحده خليتها فقط جيت بالمواتر سويت لها فاين باودر خليتها بمكان جيت الثانيه نفس المواتر مالتي اذا ما عندي اكثر من واحد خليتها بمكان ثاني جيت جبت الماده الاقل خليتها جبت الماده اللي بعدها سويت جيومتريك دولوشن اضيف المواد مالتي زين اجي اسوي بيست اجي اسوي بيست عندي هذه اطرحها من المقدار الكلي وياي المقدار ما راح تاخذ هاي فوليوم هاي فوليوم اطرحها ايش قد متبقي عندي وياي اعيدها بطريقه ثانيه انا هنا اجي ابدا اشتغل هاي 30 خلينا نقول 30 هذه 120 اوكي 120 ثلاث ارباع ايش قد؟ ها؟ ثلاث ارباع 90 90 اجي اطرح من عند هاي 30 وقت عندي 60 على صفحه خليتها يعني هاي كل الاماونت 120 بس هي مو 120 خلينا نقول من الواتر انا مستخدم جزء من عندها من هذا واضح؟ بس كل الفوليوم وذني مرات الباودر هم تاخذ تنطيني شويه تاثر على الفوليوم عندي ليش اقول خليها تثبت يا ارجع اكمل اجيت كملت هاي 60 هاي 30 و60 على صفحه وعندي هاي 30 متبقيه مال 120 وياي هاي 30 اجي اسوي بيها سمول بيست كملت جيت سويت صار عندي سمول بيست كملته خلطت شلون العجينه من اجي اخلي الواتر يعني باودر طحينه وعجينه سويت كونت عندي جيت سويتها دليوشن خففتها اسوي فلترين اسوي واشنج للمواتر كمل عندي وكملت عندي هاي الخطوه بما كملتها بذني وبال 30 مظل عندي وياي بذني وبال 30 مول كملت خليت على صفحه سويت فلتر كملت اجي بقى عندي الخطوه اللي بعدها 30 الجايه منه مات هذه ضفتها وياه صار تقريبا 60 واضح؟ صار عندي تقريبا 60 الباودر يخف حجم الباودر ياخذ حتى لو اثر في شيء قليل
والواجهه اللي ضفته بعد 30 هاي ثلاث ارباع اللي سويت بيها واشنج والسموث بيها وكذا هاي اخذت حجم والجلو فوم هذا اخذ حجم وصار عندي خلينا نقول 60 فوق ال 60 على الاقل كذا ثبت عندي اجت ثبت واضح الفكره؟ زين بعدها اللايت كاولي هذا الكاولي اكو فيكتور كاولي شلون احنا ماخذين بكتين بالعقاقير بكتين اخذناه وين؟ بالكربوهيدرات وياي بالبوليسكرايد بكتين اللي هو يعني السولد فورميشن في الجيلي وفي الجام وذني ذكو فهذا مرات البكتين ويا الكاولي يستخدموه انتي دياري طبعا عندنا هذا اعتقد اسمه كاو بكتين شراب سوري او مصير للدياري فهاي منظرها لات كاولين ولا تشيل توليت ايضا لات كاولين ناخذ 10 جرين باسمه افكار ايش قد؟ ايش قد هاي؟ لا هاي ها 12 هيفي مغنيسيوم 10 اوكي تكتشر اوف بلدون اشوف بس كميه قليله نظيف وعندي بيبرمنت ووتر ايضا هذه قليله ايش قد اسوي التوتال؟ التوتال ايش قد عندي؟ 3 اونس انا اونس باي هيك يعني 3 اونس معناتها 3 في هيك وياي هذا السيجنتشر ازلين هاي حتى تنجم الكميات اف تي مس معناته هيك امكستشر معناته اجي هسه هذني بيكتشر اوف بلادونا اضيف هذه الكميات بالطين الصبغه هذا داير اعرف وين اضيفها البيزلمنت ووتر ايضا فتسفشنت اماونت كيو اس يعني سفشنت اماونت اضيف حتى يعطيني فليفرنج ايجنت يعني عندي مثلا تكون جزء من عندها ايضا هي فيتشر اوف بلادونا تشتغل بنفس الوقت هي تنطيني يعني تاثر على الدال هنا عندي البيزلمنت ووتر هم يعتبر فليفرنج بس اعرف هسه انا عندي وين الاساس الكميه الاكثر من اللوكود هو بالفيكرمات هاي 3 اونس اعرف شلون اتعامل وياها ما اخليها على صفحه كل ادخلها بالشغل ادخلها وين؟ ضفت هذني يعني ادخلها بالسموث بيست ادخلها بال شو اسمه عندي الدلوشن ادخلها بالواشنج وياي يعني ما اخليها على صفحه ولا اجي استخدمها كل اخذ من عندها جزء استخدمه كملت الجزء الباقي اكمل بيه البروسيجر باي جنرال ميثود اللي شرحت لكم اياه This prescription is used to treat diarrhea. تعتبر هو الاساس موجود فيها كاولي بين هذا الكاولي مرات مو ويا مرات ويا هم يسوي سسبنشن ويا البكتين هم يستخدموا انتي دايال بسموث كربونيت هو انسوليبل صاد هاز بروتكتيف اكشن اند انتيسبتيك اكشن ان جاستيك او سر الدايال وهل ثاني هو جي ار تي ات بروتكتس ذا اوسيليتد سيرفيس فروم سكريشنز اوف ستومك اند ات اكت از انتاسيد حماتين ممكن يستخدم هي ذني جنب كأنتي دياريو نفس الوقت هو بي بروتكتيف فور ألسر يعني ألسر هيلينج الأخيرة والأسهل ذني ثري بروسكيوشن عندي بولك أسيد في نسبة معينة ديستل ووتر كيو أس سبشنت أمر تو هاندل يعني هاي الجي أم معناتها جرام باعتبار أنه هو سبيسيفيك جرافتي مالته واحد يعتبر الووتر يعني الويت والفوليوم مالته السيم يعني يقول لك يعني احنا فعليا المفروض نستخدم هو ديستل ووتر لكن أكثر شيء نستخدم دي ايونايز ديستل ووتر يعني حتى ما في ايون وهذا من نجي نعتبر اذا يقول لك 5 جرام اوف ووتر يعني معناته 5 مل وياي؟ فمن ينطيك هنا يقول لك 100 جرام معناته انه 100 مل كمل كملوا انتوا شو اسمه المحاضره لكم بس شوفوا خليني اكمل هذا الساعه حتى تشتغل محاضرات لكم شوفوا الكهرباء حتى شو عرفنا اف تي ميست ميك امكستشر ما بين بولك اسيد ما بين الواتر هم مادين هاي ماده وحده تنضاف سير سسبنشن ونطي 25 فولت مت زين توبيكال از دايت هذا زين البروسيجر باي او شوف البروسيجر او اللي عنده خلينا نشوف البروسيجر او ميثود اوف بريبريشن هي باي جنرال ميثود Boric acid in concentration less than 4% is soluble and used to irrigate the eye. إذا هذا استخدمه ك eye washing.
the concentration less than 4% is soluble and used to irrigate, يعني شلون washing or rinsing the eye, but due to its buffer action. يعني ما يسوي بالمرات احنا حتى ذني الاي دروبس وغيره اوفتالميك يعني تستخدم تكون بفر يعني تكون مثل مرات اسيديك بيزك تاثر لان هاي مرات سوف يعني بيرنج سنسيشن تحول الى العين تكون بفر اكشن ات از ويك انتيسبتيك اند ات از نون اريتنت ما يسوي اريتيشن تو ذا اي فيبدا التركيز اقل من 4% also it is used as mouthwash and bladder irrigating ايضا تركيز 4% هذا تركيز بوركس استخدمناه بهذا الفورمولا نجي نسوي هذه شغلته سهله البودرز يعني هي ماده واحده تحضرها تبدا تضيفها تسوي البيست هي بالوتر تسوي البيست وتسوي الديليوشن وتسوي الواشنج وترجع تكمل هذا يستخدم فور ريجيشن او فور يعني خلينا نقول ريجيت ذا اي واشنج ذا اي بنفس الوقت هو يستخدم ماوث ووش اذا بهذا التركيز بهالحاله ليش يسوي ايريتيشن لا يعني نوت فور اي اند نوت فور ذا نقول الماوث الميوكس مانتريز Boric acid in concentration more than 4% is insoluble. But by increasing the temperature, the solubility will be increased. But after cooling, it will become insoluble again. يعني هو أكثر من 4% تركيز insoluble. لازم أجي أسوي له. هذا أضيف كمية وأجي أسوي له مثل boric water bottle. Is that solubility matter? That will might be الموضوع. أرجع. وأنا ما كملت الفورمولا مالتك. نزل درجة حرارة ورجع للسولوبل ورجع هماكي للسولوبل وبسبتيتد وانتهى الموضوع مالتي فأنا هسه أجي أحضر التركيز وأثبت له تركيز أقل من 4% حتى أستخدم استخدمت أكثر لازم أسوي هيتينج حتى أذوبه ويرجع نفس الحالة حتى إذا أكو سؤال لأن شوي نطر بس أنتم عندكم المحاضرات هاي الخطوات اللي عندي شلون أتبعها مرة واحدة مرتين راح تعرفونها راح تظل بايك تسوي انه انت تشتغلها سسبنشن يعني هنا عندها سكه عملي او انت تشتغلها بغير مكان انت تعرف الخطوه مالته مثل ما انت تعرف بعدين شغل السيرف وشلون تشتغل خطوات السبيرت وخطوات التكنولوجيا تعرف شلون تسوي كومباوند او ذي كومبوننت اكتب الفيديو تعرف شلون تبدو اياهم شو راح يشتغلون اليوم احنا كل المواد موجوده تقسمونها هسه مجاميع قسمهم أربع مواضم أربع مجاميع قسم العدد مالكم قسموا أربع مجاميع